بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طلاب الصف الرابع الابتدائي، اهلا بيكم. معكم استاذه شهيره زهدي من مدرسه نور المعارف الاسلاميه الخاصه، معلمه لماده اللغه العربيه. درسنا النهارده هيكون نشيد جميل جدا عن مصر، بيبرز حبنا لمصر وضروره الدفاع عنها وحمايتها وفدائها بكل ما نملك. تمام؟ طيب، النشيد ده هيعجبكم قوي، خليكم معايا. الدرس بتاعنا النهارده او ناشدنا اسمه اسلامي يا مصر. الشاعر بتاعنا هو الشاعر مصطفى صادق الرافعي. نشوف مع بعض النشيد. اسلامي يا مصر انني الفدا، دي يدي ان مدت الدنيا يدا، أبدا لن تستكيني أبدا، إنني أرجو مع اليوم غدا، ومعي قلبي وعزمي للجهاد، ولقلبي أنت بعد الدين دين، لك يا مصر السلام وسلاما يا بلادي، إن رمى الدهر سهاما أتقيها بفؤادي، واسلمي في كل حين. أبيات جميلة جدا لشاعر عظيم. هذه الأبيات تبين لنا أهمية حبنا أو حبنا لمصر وضرورة الدفاع عنها وأن نفديها بكل ما نملك ولا نرضى لها الذل والإهانة. هنمسك كده مع بعض بيت بيت ونتكلم عنه. اسلمي يا مصر إنني الفدا، اسلمي يا مصر إنني الفدا، دي يدي إن مدت الدنيا يدا. هنا الشاعر يقول سلمت يا مصر من الأعداء وأنا فداؤك، وهذه يداي تسبق الجميع للدفاع عنك. يعني هنا يدعو الشاعر لمصر بالسلامة، اسلمي يا مصر إنني الفدا، اسلمي يا مصر إنني الفدا، دي يدي إن مدت الدنيا يدا، أبدا لن تستكيني أبدا. تستكيني يعني إيه؟ تستكيني تخضعي، لن تستكيني لم تخضعي. تمام؟ هنا الشاعر بيقول لها إيه؟ لم تخضعي أبدا يا مصر ولن تدلي أبدا، فأنا أتمنى لك حاضرا طيبا ومستقبلا مشرقا مليء بالحرية والتقدم، إنني أرجو مع اليوم غدا. يعني أنا أتمنى لك حاضرا، اليوم اللي هو الحاضر، حاضرا طيبا ومستقبلا اللي هو غدا، مستقبلا مشرقا مليئا بالحرية والتقدم، ومعي قلبي وعزمي للجهاد، ولقلبي أنت بعد الدين دين. الله على البيت الجميل ده. هنا الشاعر بيقول لمصر إيه؟ بيكلم مصر بلده، بيقول لها يا بلدي يا حبيبتي، أنا أدافع عنك ضد الأعداء، ومعي قلبي الذي يمتلئ بحبك وعزمي وإصراري على نصرك في أي معركة، أحميك بقلبي وبعزمي، ولقلبي أنت بعد الدين دين. هذا يعني أن الشاعر يقول لها لأن أن حبك يا بلادي الجميلة يأتي بعد حبي لديني وطاعتي لربي. البيت ده من أجمل الأبيات اللي ممكن نسمعها يا أولاد. ومعي قلبي وعزمي للجهاد، ولقلبي أنت بعد الدين دين. هذا دليل لقلبي أنت بعد الدين دين، أن حبك يأتي بعد حبي لديني وطاعتي لله. هذا دليل على شدة حب الشاعر لوطنه الجميل العزيز مصر. لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي. هنا يدعو الشاعر لمصر بأن تسلم من كل شر في أي وقت، وسلاما يا بلادي لك دائما، إن رمى الدهر سهامة أتقيها بفؤادي. هنا يقول الشاعر يطمئن بلاده الحبيبة ويقول لها إن أصابك الدهر بمصائبه، يعني إن مرت عليك مصائب شديدة، فأنا أفديك بروحي، أقف أمام هذه المصائب وأحميك من أي غدر يحدث فيك. تمام؟ واسلمي في كل حين، واسلمي في كل حين. هذه الأبيات أبيات تبرز مدى حب الشاعر لبلاده ورغبته الأكيدة في الدفاع عنها وحمايتها من أي شر، وأن هذه البلاد الجميلة يأتي حبها في قلب الشاعر
بعد حبه لدينه وطاعته لله. نرى بعض التعبيرات الجمالية الموجودة في هذه الأبيات. تعبيرات الجمال، عندما يقول الشاعر ذي يدي، ذي يدي إن مدت الدنيا يدا، ذي يدي، ماذا ما التعبير الجمالي الموجود في هذا البيت؟ هنقول هذا تعبير يدل على استعداد الشاعر للتضحية بنفسه، تعبير يدل على استعداد الشاعر للتضحية بنفسه، بيقول لها إيدي أهي قبل أي حد بدافع عنك وحميك يا بلدي. اليوم وغدا، في البيت الذي يقول إنني أرجو مع اليوم غدا، كلمة اليوم وكلمة غدا لو ناخد بالنا كده هنلاقي بينهم إيه؟ أيوة برافو عليكم، تضاد. تضاد يعني الاتنين عكس بعض، متضادين. لما أقول لك مضاد اليوم هتقولي غدا، ومضاد غدا اليوم، يبقى أنا عندي هنا تضاد يقوي المعنى ويوضحه، تضاد يقوي المعنى ويوضحه. يا مصر، يا مصر، هنا كرر الشاعر عندي كلمة يا مصر أكثر من مرة. نرجع كده نبص على الأبيات، هنقول يا مصر أدي مرة، تمام، ويا مصر خلاص كررها مرتين. تكرار كلمة يا مصر دليل على إيه؟ يدل على شدة حب الشاعر لبلاده. تكرار كلمة يا مصر يدل على شدة حب الشاعر لبلاده الجميلة. رمى الدهر سهامه، لما الشاعر بيقول إن رمى الدهر سهامه، يعني إن أصابك الدهر بسهامه ومصائبه، تمام. هنشوف إيه الجمال في البيت ده. تعبير جميل يدل أو حيث تخيل الدهر بأنه إنسان. شبه الشاعر هنا الدهر اللي هو الزمن بالإنسان الذي يرمي بلدي بالسهم ويريد أن يصيبها ويسقطها. فهنا يقف الشاعر ليحمي بلاده ويقدم قلبه فداء لها. يبقى هنا تخيل الشاعر الدهر بأنه إنسانا يرمي السهام ويصوبها. هنيجي نشوف الموطن الجمالي الأخير، أتقيها بفؤادي. هنا الشاعر في البيت يقول إيه؟ إن رمى الدهر سهامه أتقيها بفؤادي. هنا الجمال في البيت ده تعبير يدل على عزم الشاعر، يعني إصرار الشاعر على التضحية بنفسه دفاعا عن وطنه. تعبير يدل على عزم الشاعر على التضحية بنفسه دفاعا عن وطنه. فؤاد هنا ما معناها يا أولاد؟ مين شاطر يقول لي ما معنى فؤادي؟ فؤادي هنا بمعنى قلبي، يعني أنا أحمي بلادي وأتلقى السهام عنها في قلبي بدلا من أن تدخل إلى بلادي وتؤذيها. الشاعر يحب بلاده حبا كبيرا مثلنا تماما أو مثلنا تماما. نشوف بعض معاني المفردات. معنى كلمة الفداء، الفداء أهي هنبص مع بعض، هي الفداء والتضحية بالنفس. الفداء هي الفداء والتضحية بالنفس. أتقيها أي أحميها، أتقيها أحميها، نقول مع بعض أتقيها معناها أحميها، أحسنتم. دي يعني هذه اسم إشارة بمعنى هذه، لما يقول دي يدي يعني هذه يدي، يشير إلى يده بكلمة دي. الجهاد اللي هو الدفاع عن الوطن، الجهاد هو الدفاع عن الوطن. لن تستكيني ما معناها؟ لن تستكيني معناها لن تخضعي ولن تذلي أبدا. خلوا بالكم معايا يا أولاد، لما تجيلي كلمة معنى تستكيني، تستكيني مش هقول لن تخضعي، هقول تستكيني معناها تخضعي أو تذلي، لكن هو سبقها لي هنا بكلمة لن، فلما يجيلي يقول لي لن تستكيني تبقى لن تخضعي ولن تذلي، لكن لو جه قال لي معنى تستكيني لوحدها هقول تستكيني هنا معناها تخضعي وتذلي، عشان في حبايبي كتير بيتلخبطوا في الايه في المفردة دي. عزمي يعني إصراري على نصرتك والدفاع عنك. سهامه معناها جمع سهم، هي سهام بجمع سهم، المراد بها النوائب والمصائب، يعني لما يتعرض بلدي الحبيب لنائبة أو مصيبة يبقى كأن إيه الزمن رمى عليه سهم من سهامه، المراد يعني إن هو بيحميه من غدر الزمن. نشوف تمرين تاني، ماذا يتمنى الشاعر لمصر؟ هنشوف حبايبنا الصغيرين اللي هنا كده هيقولوا لنا ايه الشاعر بيتمنى ايه لمصر يا اولاد. نبص مع بعض،
هينزلوا معانا يجاوبوا لي على السؤال. الله، حاضرا طيبا ومستقبلا مشرقا، يبقى يتمنى الشاعر لمصر حاضرا طيبا ومستقبلا مشرقا. عايزه سقفه كبيره قوي الحبايب الصغيرين اللي واقفين معايا في الصوره دول، عشان شاطرين وبيجاوبوا زيكم بالظبط. هنيجي نشوف بماذا دعا الشاعر لبلاده مصر. هتجاوبوا معايا عارفين الاجابه؟ تمام. دعا الشاعر لبلاده مصر ان تسلم من الاعداء في كل وقت وحين. دعا الشاعر لبلاده مصر ان تسلم من الاعداء في كل وقت وحين. تمام، خلاص. طيب نشوف كمان تمرين. هنقول هات من الابيات ما يدل على المعاني التاليه. اللي هيعرف يجاوب معايا السؤال ده هو من الطلبه المتميزين الممتازين. لن تخضعي ولن تذلي يا مصر ابدا. هنا بقى خلوا بالكم من لن تخضعي ولن تذلي. البيت اللي عندي انا سامعاك وشاطرين بتقولوا ابدا لن تستكيني ابدا، انني ارجو مع اليوم غدا. برافو عليكم يا ولاد. تاني هنشوف، عايزين بيت من الابيات عندي في القصيده او في النشيد بيدل على حبي لك ياتي بعد حبي لديني. ها شاطرين. طب ممكن نقوله قبل ما نكتبه؟ ممكن نفتكره كده قبل ما نكتبه. هنقول ايه؟ ومعي قلبي وعزمي للجهاد، ولقلبي انت بعد الدين دين. متاكد كده اجابتنا صح ولا غلط؟ الله. طب انا بقى عايزاكم ايه، تحيه كبيره لكل واحد جاوب على السؤال ده. خلاص تمام، يا رب تكونوا اتبسطتوا بدرس النهارده، لانه فعلا درس بيدينا طاقه وقوه وزياده لحب بلادنا والدفاع عنها والوقوف في وجه اي معتدي وحمايه بلادنا من اي شر. شكرا ليكم يا حبايبي، ونلتقي في درس اخر ان شاء الله.